السلام عليكم ورحمة الله. أيا عمان، أيا عمان، زف المجد فينا وسوقي للكرامة زهر نجدي، وطوفي بالشآم، وطوفي بالشآم بكل فخر إلى تطوان تحت لواء مجدي. حيها لا بكم معنا أحبائنا الأكارم حيثما كنتم، تحية مسائية عطرة نبرق بها إلى حضراتكم من تركيا، ونخص بالذكر شامنا الجريحة التي تقاسي الأمرين تحت ويلات القصف والدمار والتشريد القسري. رسالة محبة إليكم ورسالة في قراءات موضوعية متعددة نبدأها معكم بعد الفاصل. قراءة في قرارات القمة التي حدثت في تركيا، ما هي أبرز القرارات التي تم اتخاذها في قمة أصدقاء سوريا، وما هي الإجراءات التي سيتم التعامل معها في ظل التسويف الحكومي الرسمي في سوريا؟ مؤتمر أصدقاء سوريا وآثاره على الثورة السورية والنظام الدولي بعد قليل. تصوير الحروب، الدخول في معامن الصراعات، ما بين الطلقة والدمعة تتحرك الكاميرا لرصد الحدث وللتعبير عن الزمان والمكان والإنسان والسلوك في لحظة فارقة. الصحافة والإعلام في ظل الأزمات وآثار العمل الإبداعي في الأرشفة والتوثيق بعد قليل في الألوان السبعة. معطيات كثيرة جدا تمت على الساحة السورية مؤخرا، بعضها في الداخل وبعضها في الخارج. ثورة مستمرة وشعب ينادي بحريته وكرامته، ومؤتمرات في الخارج تعقد نصرة لهذا الشعب المكلوم. ما هي طبيعة هذه المؤتمرات وكيف ينظر الشباب السوري إليها؟ ما هي طموحاتهم وما هي التحديات التي تواجههم؟ سلسلة من القراءات يسعدنا أن نطرحها على شابين سوريين انضم إلينا في برنامج الألوان السبعة، نحاورهم حول رؤيتهم للمستجدات في الساحة السورية. واسمحوا لنا هنا أن نرحب بضيفينا الكريمين، الأستاذ حمزة العبد الله الناشط السوري المعارض، والأستاذ عبد الله زيزان وهو من مركز أمية للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا بكم. لنبدأ معكم أحبائنا الأكارم قراءتنا المبدئية كما عودناكم من خلال تقريرنا الافتتاحي. مؤتمر أصدقاء سوريا ومحطة فارقة جديدة في التعاطي السياسي مع الأزمة السورية. نتابع ثم نعود لحوار ضيفينا الكريمين. التقت الدول العربية والغربية في تركيا، التقت من أجل سوريا الجريحة، من أجل شعبها الذي يذبح. اجتمعت والعيون ترتقب ما ستخرج عنه قمة أصدقاء سوريا من قرارات مصيرية بشأن الأزمة السورية المتصاعدة. المجتمعون من العرب والأجانب تداولوا واقع الأزمة وتداعياتها، واستشرقوا الحلول الممكنة في هذه الأزمة التي يتفاعل معها النظام السوري بلغة الحراب والدماء والأجلاء، وسط ثبات شعبي واضح على مسار الثورة، وبعد خطوة جريئة بتوحيد صفوف المعارضة السورية قبيل انعقاد المؤتمر في اسطنبول. 81 دولة، العدد بحد ذاته كان رسالة، والرسالة الأخرى شكل وحجم القرارات التي صدرت عن المؤتمر، والتي أهمها ترجمة خطاب رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان، الذي قال فيه مراراً إن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المجازر اليومية في سوريا. المؤتمر الذي حضرته المعارضة السورية أكد على ضرورة أن يكون الموقف الصادر عن المؤتمر بمستوى التصعيد العسكري الذي ينتهجه النظام، وعدم الرضوخ لسياسات المهل وانتظار ردود النظام في وقت تسفك فيه دماء الشعب السوري بلا وازع ولا رادع. ولكن هل سيلبي المؤتمر بقراراته تطلعات الشارع السوري المنتفض يا ترى؟ أم أن قراراته ستبقى تنتظر التطبيق وفق أنظمة المصالح الدولية القاتلة؟ وما إن انبثقت هذه الثورة حتى تفجرت الطاقات الشبابية في سوريا، وهذه ملاحظة لا بد من البدء بها عمليا. طاقات شبابية علمية وأكاديمية وفنية وإعلامية في شتى مجالات الحياة أخذت تسابق الزمان لإثبات نفسها في مساحات العطاء المتنوعة. نجدد الترحيب هنا بضيفينا الكريمين، الأستاذ حمزة العبد الله والأستاذ عبد الله زيزان. نبدأ معك أستاذ عبد الله. اليوم مضى أكثر من عام على الثورة السورية، كيف تقرؤون ما آلت إليه الأحداث اليوم؟ مسار الثورة
عبر أكثر من عام كشباب سوري معارض. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على أرواح شهداء الثورة السورية. البارحة كانت سوريا على موعد مع ارتقاء أكثر من 80 شهيدا في عموم سوريا، وحمص الجريحة كان لها النصيب الأكبر. أيضا نتمنى الشفاء العاجل للمرضى وللجرحى السوريين في مكان آمن مطمئن في مشافي لا تتحول إلى مشافي للتعذيب وللقتل وللإهانة وللتنكيل بالجرحى السوريين. عودة إلى سؤالك الذي طرحته، وهو مآلات الثورة السورية حاليا. الثورة السورية لو تتبعناها منذ انطلاقتها في 15 من آذار الماضي العام الماضي إلى يومنا هذا كانت تطوراتها كبيرة جدا. في بداية الثورة كنا كشباب نخشى على هذه الثورة أن تؤد، لأننا نعلم ما هو النظام الذي نتعامل معه، نعلم حجم القمع الذي يتعرض له الشعب السوري. كنا نخشى على هذه الثورة أن تؤد نتيجة هذا القمع الرهيب، إلا أننا الآن وبعد مضي أكثر من عام على هذه الثورة السورية بتنا مطمئنين إلى أن هذه الثورة ستنتصر. ربما زادت الحجم التضحيات، زادت الدماء التي تسفك، إلا أننا الآن واثقون تماما من أن هذه الثورة تسير على خطى ثابتة وهي في طريقها إلى الانتصار بإذن الله تعالى قريبا. ماذا أكسبت هذه الثورة أستاذ حمزة الشاب السوري عمليا بعد مسارات الأحداث الدامية فيها؟ يعني ربما يقال يعني من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. هل استفاد الشاب السوري من الدروس الموجودة في هذه الثورة عمليا؟ الثورة بنظري غيرت الشاب السوري تغيير جذري، من ابتداء من السلوك إلى الأفكار والمعتقدات والقناعات التي كانت عبارة عن يعني كانت مسلمات بالنسبة للشاب السوري، مثل الخضوع والخنوع وغيرها. اليوم لدينا نموذج الشاب السوري الحر، القادر على الانطلاق، القادر على العطاء للوطن، القادر على التضحية حتى بروحه. يعني الثورة غيرت بأفكار كانت بالنسبة للشاب السوري هي من المستحيلات. اليوم الشاب السوري قادر أن يضحي من أجل الوطن، يضحي من أجل أمثاله وقرنائه من الشباب ليعيشوا بحرية، ويضحي وهم يعيشون. اليوم الثورة أعطت للشباب المسؤولية، حملتهم مسؤولية وطن كامل. في السابق كانوا هم عبارة عن أشخاص لا يشعرون بهذه المسؤولية ولا يشعرون بحجم المأساة التي يتعرض لها الوطن. اليوم الثورة السورية أعطت للشاب السوري المبادرة، وهذه هي المبادرة. النقطة الأساسية. هنا سأقف دقيقة بعد إذنك. يعني من حلب، من دير الزور، وبدأ بالتحية إلى حمص. هناك فلسفة جديدة عند الشاب السوري، سوريا موحدة، من خلال رسالة موحدة، من خلال عمل شبابي موحد ينطلق بأفق واضح. اليوم ما هو الدور المنوط بالشباب بعد هذه الثورة بوجهة نظركم؟ كيف تقرؤون دور الشباب عمليا في مرحلة ما بعد الثورة؟ هل سيكون دوره محوريا أم سلمنا الراية بعد أن انتصرت الثورة في حال انتصارها؟ يعني الثورة السورية كما نعلم هي بدأت بيد الشباب، بل ربما هي الأطفال، أطفال درعا حين يعني تم تقليع أظافرهم وتعذيبهم نتيجة الكتابات التي كتبوها. ودور الشباب كان دورا محوريا في استمرار هذه الثورة إلى يومنا هذا. نتوقع في ما بعد سقوط النظام السوري أن يستمر دور الشباب في بناء سوريا سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، في كل مجالات سوريا. نتوقع أن يكون له دور كبير، لكن نتمنى من السياسيين أن يعطوا الشباب الدور المناسب لهم في المرحلة المقبلة. جميل. أستاذ حمزة، قبل أن نتحدث عن مؤتمر أصدقاء سوريا، تتابعون بكل تأكيد الحراك السياسي الذي يجري من أجل سوريا سواء في الداخل أو في الخارج. كيف تقرؤون تفاعل الشعوب العربية والمسلمة والأنظمة العربية والمسلمة؟ هل هي موحدة في تعاملها مع الشأن السوري؟ هل هناك فارق ما بين الشعوب وما بين الأنظمة؟ هناك شتان ما بين، يعني ما لا يوجد هناك تقاطع ما بين موقف الشعوب وموقف الأنظمة. الشعوب التي هي الصوت الحر الصادق الذي يناصر الشعب السوري والذي يضحي بما لديه من أجل الشعب السوري، نحن ثقتنا هي بالشعوب العربية، بالمواطنين، بالصوت الصادق في البلدان. الحكومات
خذلتنا في كثير من المواقف ولا تزال تخذلنا تباعا. يعني نحن الثورة بعد مرور سنة شهدت تكشف كثير من الأقنعة وسقوط كثير من الأقنعة التي كانت تتمترس وراء العروبة ووراء المسميات الزائفة التي تكشفت. بالنسبة للمجتمعات العربية والشعوب العربية هي شعوب حية وهي شعوب تتوق للحرية وهي ترى في الشعب السوري نموذجا للعطاء والتضحية من أجل الوصول للحرية ومن أجل الإصرار على الهدف ومن أجل التكاتف الذي يصنع الهدف الموحد وهو الحرية والوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية قادرة على أن تكون ذات دور سيادي في المنطقة وذات دور قيادي في العالم. ربما اسمح لي هنا أن أقاطعك، تفضل. ربما يعني تندهش من هذا من طبيعة هذه الملاحظة، ولكن يعني من أفضل ما أفرزه الربيع العربي أننا بتنا نشاهد شبابا يتحدث بمثل هذا المستوى. أنا أشكركم حقيقة على هذا العمق. ربما أنت حائز على درجة الماجستير في الهندسة وأستاذنا مهندس، ولكن الأهم من أن تكون مهندسا أو حائزا على شهادات عليا أن تمارس دورك في الحياة، أن تتحدث، أن يسمح لك بالحديث، أن تمارس دورك بعيدا عن الكبت السياسي. هذه رحلة للانطلاق بدور الشباب وهمتهم وأفقهم إلى المستقبل، ونتمنى حقيقة للشباب العربي المتفائل والمتفاني أن يأخذ دوره في صياغة الأحداث. أستاذنا، عندما نتحدث أستاذ عبد الله عن الحراك السياسي المؤخر في تونس، مؤتمر أصدقاء سوريا الأول لم يلبي تطلعات المعارضة السورية والشباب السوري، مؤتمر أصدقاء سوريا الثاني في تركيا لم يلبي طموحات الشارع السوري بكل تأكيد يعني كما يطلب، ولكن كيف تقرؤون المجريات التي تمت في مؤتمر أصدقاء سوريا الثاني في تركيا؟ يعني بكل تأكيد المؤتمر أصدقاء سوريا الثاني كان متقدم على المؤتمر السابق، وربما الأحداث التي تجري في سوريا هي من تفرض نفسها على الغرب وعلى أمريكا وعلى الدول العربية جميعا. فكلما زادت قوة الثورة السورية كلما زاد قوة الجيش الحر، وهنا يعني نوجه تحية لهذا الجيش الحر الذي يقاتل بعتاد بسيط، كلما ازداد قوة وإثباتا لنفسه على الأرض نشعر أن الدول الغربية أمريكا والدول العربية تتفاعل أكثر مع القضية السورية. إلا أننا في مؤتمر أصدقاء سوريا نشعر أننا لازلنا إلى هذه اللحظة لم نخرج من إطار التصريحات والتهديدات التي شبع منها الشعب السوري. يعني حين نسمع تصريحات الأمريكية نسمع تصريحات الغربية هي ليست أكثر من مجرد تصريحات ليس لها على أرض الواقع أي 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 أي, أي متاجرة بالشعارات. تماما متاجرة بالشعارات، أما على أرض الواقع يعني على العكس. ربما نحن نشكر المواقف الروسية الصينية الواضحة، يعني هي واضحة أنها ضد الشعب السوري، أما الأمريكان والغرب نشعر أنهم يتمترسون خلف الفيتو الروسي وخلف الفيتو الصيني، وهم متواطئون بشكل أو بآخر مع النظام السوري للأسف الشديد. هذا ما نقوله حتى هذه اللحظة، وعليهم أن يثبتوا العكس من خلال دعمهم للجيش السوري الحر. الشعب السوري بإمكانه وحده أن يحرر نفسه، لكن من خلال دعم الجيش السوري الحر ومن خلال قطع المساعدات التي تصل للنظام السوري من خلال سواء كانت روسيا أو إيران، وهذا بإمكان الغرب أن يقوم به لو كان جادا في حسم الموقف في سوريا. جميل. الآن عندما نتحدث عن رؤيتكم أنتم كشباب في هذا السياق، اليوم المجلس الوطني وقبيل مؤتمر أصدقاء سوريا أعلن عن تشكيلة مؤتمر معين وتحالفات معينة، وبالتالي أصبح ممثلا لقرابة أكثر من 90% من مكونات الشعب السوري. الآن هناك عنوان للمعارضة السورية، وهذا العنوان تم الاعتراف به من أكثر من 70 دولة، بمعنى هناك ممثل جديد للشارع السوري باعتراف أكثر من 70 دولة. المجتمع الدولي أخذ خطوة مميزة في هذا الاتجاه. هل تقرؤون أن المعارضة باتت تعرف التحديات الموجودة إليها؟ ممنوع عليكم في المعارضة السورية أن تعملوا على مدار عقود كنتم، ولكن اليوم بدايات العمل السياسي خلال سنة واحدة. الآن هل تقرؤون أن هذا المجلس، هذه التيارات السياسية العاملة يمكن لها أن تقف في وجه المؤامرات الخارجية أو أن تلعب دورا حتى في صياغة مستقبل سوريا بصورة ناضجة؟ بداية اسمح لي أنه أوضح، الغالبية العظمى من الشعب هي موحدة وراء إسقاط النظام، والحجج التي كانت تؤخذ خلال الفترة الماضية على أن لا توجد هناك معارضة موحدة في العالم أجمع،
ولكن هناك لا توجد هناك إرادة دولية لتغيير حقيقية لتغيير هذا النظام الذي يمثل التوازن، يعني يمثل نقطة توازن بالنسبة للغرب وبالنسبة للكيان الصهيوني كذلك. ما لمسناه خلال الفترة الماضية إلى اليوم هو هناك جزء طيف كبير من المعارضة، معارضة وطنية ومعارضة قادرة على العطاء، وهناك بطبيعة الحال معارضة لها أجندتها مع الدول الغربية ولها أجندة أخرى، ولكن بمجموع اليوم المشهد الذي مجمل المشهد الذي نشاهده هو معارضة قادرة على تمثيل الشعب السوري بنسبة كبيرة، وقادرة على التعاطي بأهداف المرحلة اليوم الحالية. اليوم نحن لدينا أهداف كبرى هي إسقاط النظام والوصول إلى صناديق الاقتراع بعد سقوط هذا النظام والوصول إلى سوريا ديمقراطية حرة دولة القانون، نحن قادرين للوصول إلى ذلك، ولكن ينقصنا دعم دولي قادر على تغيير المشهد، لأن الآلة التي يستخدمها النظام في قمع الشعب لا تقارن بالنسبة للآلة التي يمتلكها الجيش السوري الحر. نعم، يعني هنا اسمح لي لأن الوقت بدأ يضيق أمامي عمليا، وأود أن أطرح سلسلة من التساؤلات حول قضية الواقع السوري في مستجداته المتعاقبة. اليوم هناك حاجة ماسة لفهم العمل المؤسساتي، بمعنى مأسسة التيارات السياسية، مأسسة الحياة العامة، مأسسة العمل الطوعي، مأسسة فهم اللاجئين وبناء سوريا وسوريا ديمقراطية جديدة كما تتحدثون. لابد من عمل جديد، عمل مؤسساتي بعيدا عن الفردية، بعيدا عن الارتجالية، بعيدا عن الهوى والتشهي. هل تقرؤون مثل هذه المؤشرات؟ هل تعملون بمثل هذا النمط من التفكير؟ يعني هو في الحقيقة منذ بداية الثورة السورية، يعني الشعب السوري بشكل عام سواء كان في الداخل أو بالخارج هو كان محروم من العمل الجماعي، محروم من الممارسة السياسية أو حتى الإغاثية وما إلى ذلك. لكن ومنذ انطلاق الثورة السورية بدأ الشعب سواء في الداخل أو بالخارج يشعر أن عمله بشكل فردي لا يمكن له أن ينجح. بالفعل بدأوا بتنظيم أنفسهم، بدأوا بإنشاء منظمات، ممكن تكون أحزاب، تنظيم العمل سواء كان الإغاثي أو العمل المؤسساتي الذي ربما سيؤدي في المستقبل القريب ما بعد سقوط النظام إلى بناء الدولة العصرية التي يطمح لها الشباب. بدأتم بذلك؟ بدأتم بتأسيس مثل هذا النوع من المؤسسات؟ الآن هناك مؤسسات بالفعل تعمل، المؤسسات الإغاثية باتت الآن أكثر تنظيما، أكثر ارتباطا فيما بينها. الآن أصبحت هناك حتى يعني في الدول المجاورة لسوريا، تركيا، في الأردن، عند وجود أكثر من منظمة تعمل إغاثية في على سبيل المثال تربط بينهم قاعدة بيانات موحدة لتنظيم العمل فيما بينهم. العمل المؤسساتي يعني يتطور نحو الأفضل يوما بعد الآخر في الحراك بشكل عام، ونتوقع ما بعد سقوط النظام أن تكتمل الصورة بشكل كامل، ويستطيع الشباب حينها، الشباب والمجتمع السوري بشكل كامل، أن يبني الدولة العصرية التي نتمناها. نعم أستاذ حمزة، يعني تسمح بس تعقيب على النقطة. الثورة من بداياتها أسست لهذا العمل المؤسسي، رأينا التنسيقيات في المناطق، ورأينا الجمعيات أو اللجان الشعبية التي كانت في جميع المناطق التي تتخذ القرارات بحراك الثورة وتوجهاته، كان قرار جماعي ولم يكن قرار، يعني هي أسست من خطواتها الأولى لمأسسة الدولة. جميل جدا. وفي هذا الإطار تحديدا اليوم الداخل السوري يعيش الأزمة عمليا، هو الذي يدفع الفاتورة والضريبة العالية جدا في مواجهة آلة القمع الوحشية التي بتنا نشاهد آثارها على وسائل الإعلام متعددة. لكن سؤالي إليكم، هل لمستم تضامنا عمليا ما بين المجتمع السوري بكل طوائفه وفئاته وتياراته؟ هل احتضن المجتمع السوري المجتمع السوري؟ بالطبع احتضن المجتمع السوري جميع مكونات المجتمع السوري، لم تكن هناك فوارق. يعني النظام حاول اللعب على الوتر الطائفي والوتر المناطقي وطويلا، يعني حاول عزل المناطق عن بعضها البعض ليخلق نوع من العزلة والفرقة ما بين الشعب السوري، ولكن لاحظنا ذلك في حصار مثلا، إذا كانت هذه المشاهد يعني مشاهدة في حصار درعا لما قامت المناطق التي بتهريب الخبز للمحاصرين بحمص كذلك بغيرها من المناطق، هناك تكاتف شعبي وتلاحم إلى قدر كبير
صنعتها الثورة، صنعتها الظروف القاسية التي عاشها جميع المواطنين. ليس هناك قيمة للحياة سوى الحرية. جميل. الآن بابا عمرو أبيدت، لا أقول قصفت ولكن أبيدت، من الواضح أنها بيوتها ومحلاتها وكذا هي رسالة من النظام إلى المعارضة السورية وبالذات إلى همة الشباب. هل فترت الهمة برأيك بعد هذه المجازر؟ هل ستضعون الراية؟ أبدا، بالعكس، نحن لدينا خلال فترة الثورة السورية تجارب كثيرة. حاول النظام سابقا مثلا في درعا، قام بعملية واسعة قتل، حاول أن يعيد بناء جدار الخوف الذي هدم منذ أول يوم في الثورة السورية. ولدينا أيضا تجربة في الرستن التي كانت حصن للثوار ومركز ومعقل للثوار، اقتحمها، استطاع أن يدخلها بعد أن حاصرها وقصفها قصفا شديدا، لكن هذا لم يؤثر شيء، بل على العكس، بعد أن يعني لا نقول أبيدت، بالفعل هي يعني حطمت تماما كبناء، كجدار، كناحية مادية بابا عمر، إلا أن ما قام به النظام في هذه المنطقة أحيا مناطق أخرى جديدة كانت ربما في بعض المناطق كانوا مترددين. حلب على رأسها، نحن نتحدث عن حلب والشام بدخول قوي جدا الآن في معدل هذه الثورة، ليس كذلك؟ يعني بالتأكيد هي حلب هي دخلت الثورة وأيضا دمشق منذ أول يوم، لكن الضغط الأمني يعني المعروف على هاتين المنطقتين، إلا أن ما حدث في بابا عمرو وما حدث في من مجازر مريعة في مناطق مختلفة، بدلا من أن تبني جدار الخوف حركت الآخرين في حلب، في دمشق، في كل أنحاء سوريا، فباتوا يعني يشعرون بأكثر من أي وقت مضى أنه لا بد من إسقاط هذا النظام. جميل. يعني كانت الرسالة عكسية. دقيقتين، أعذرني جدا، سأتركهما للأستاذ حمزة هنا للتعقيب الختامي. اليوم في 10 إبريل النظام يعني وافق على خطة كوفي عنان، هكذا في الإعلام يقول، وسيبدأ وقفا لإطلاق النار. النظام السوري ما بين النارين، إذا أوقفه النار سينفجر المجتمع السوري في المظاهرات، وإذا لم يقفها سيتدخل المجتمع الدولي، وهناك قرارات سرية ربما ما بين الكتل والتكتلات العالمية لترتيب الأوضاع في حال رفض النظام السوري للخطة العالمية. كيف تقرؤون المشهد بعد 10 إبريل؟ 10 إبريل نقطة سبقتها نقاط كثيرة، يعني سبقتها مواعيد أخرى. نأمل أن تكون هذه النقطة هي نقطة قادرة على تحويل الواقع الأليم الذي يعيشه المجتمع السوري. المجتمع السوري يعاني اليوم بجميع نواحيه الإنسانية يعني بأبسط نواحي الحياة يعاني. نرى يعني بهذه نوجه إلى كل شخص حر قادر على التحرك بهذا العالم أن يضغط على هذا، يعني يضغط باتجاه التغيير في 10 إبريل. نعم. هي ربما كانت رسالة، عذرني جدا الوقت يعني ضاق أمامنا جدا، ولكن ربما كانت الثورة السورية وطريقة التعامل من النظام معها إرادة دولية في كسر الربيع العربي، ولكن الشعب السوري كان يعني قصبة السبق كما يقال، وكان فرس الرهان الحقيقي في هذه المعادلة، وتوجهاته واضحة من خلال هذا النضوج المعرفي المتمثل بكم. أنا أشكركم جدا أستاذ حمزة العبد الله الناشط السوري المعارض، والأستاذ عبد الله زيزان من مركز أمية للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. نشكركم جدا على وجودكم معنا جزيلا. ونتمنى الخير لشعبنا السوري الحبيب. وأحبنا الأكارم، إلى رحاب الكاريكاتور. سئلت بأي ذنب قتلت؟ رسالتنا الثانية مع ضيوف البرنامج والشيخ أنس عيروط الذي وفد إلى تركيا من سوريا بعد أن واجه النظام ومدافعه بالكلمة والصدر العاري. قراءة خاصة في دور العلماء ورسالتهم إلى المجتمعات واحتضان المجتمع السوري لكوكبة العلماء العاملين فيه. أنس عيروط وتقرير خاص مع الزميلة سارة قرقور. من بانياس من الساحل السوري الدامي يتلاحم العلماء والدعاة والأئمة والمصلحون مع الثوار، يصوغون الهوية الحقيقية لسوريا
دور العلماء في قيادة الثورة والجموع البشرية في سوريا كان سؤالاً طرحناه على أحد رواد العمل السياسي في سوريا وهو الشيخ أنس عيروت. طبعاً دور العلماء مهم وهو في القيادة، لأن الناس غالباً يتبعون العلماء، وخاصة عندنا في سوريا نحن نشأنا على تبعية العلماء، تبعية المشايخ أهل الدين، وهي تبعية حسنة فلهم تأثير في المجتمع. أما عن ارتفاع ضريبة الثورة وعن الصمت الدولي تجاه ما يجري للشعب السوري يومياً على أيدي قوات النظام الباطشة، يرى الشيخ عيروت هناك عدة أسباب. السبب الرئيسي الذي أراه أنا هو أن وجود بشار بالنسبة للعالم الغربي مهم كوجود شارون في المنطقة. هم علموا أن وجود بشار في المنطقة ونظامه طبعاً إنما يحمي إسرائيل، يحمي حدود إسرائيل، فهم يحاولون على أن يبقى هذا النظام ولكن مع شيء من الإصلاح. الداعية السوري الناشط يعول على استمرارية الثورة، فبعد عام كامل تتزايد نقاط التظاهر وتتضعضع مكانة النظام الحاكم. إن طول أمد الثورة ليس علامة ضعف لنا بل هي علامة قوة. عام كامل والثوار يزدادون ونقاط التظاهر تتزايد أكثر فأكثر، هذا علامة قوة وعلامة هشاشة وضعف النظام. بعد عام كامل هو يعد أزلامه ويعد حلفائه بأنه سيتغلب عليهم، ولكن ها هي الثورة تتفاقم وتتفجر أكثر فأكثر حتى أنه لا يستطيع أن يسيطر عليها. ثورة يدعمها العلم والعقل ويقودها الشباب الواثق، ويواجه الطفل فيها مدفع الهاون، معادلة لم يعهدها العالم العربي بعد عقود الصمت والكبت السياسي. ولازلنا في دنيا السياسة، لازلنا في قراءتنا الخاصة بالعراق بعد الشام. الدكتور أحمد حقي مدير لمركز للدراسات الاستراتيجية كان على تواصل مع المجتمع التركي يطلعه على آخر المستجدات في الساحة العراقية وقراءة استراتيجية للعراق ما بعد الانسحاب الأمريكي منه، وأيضا الدور والواجب الملقى على عاتق التيارات السياسية والفكرية والنخب العلمية في صياغة عراق جديد بتوجهات جديدة وببناء حضاري متوازن يعيد للعراق هويته وكيانه. رامي عبد العال ودنيا السياسة. تواجه الأجواء السياسية في الشرق الأوسط تشنجات حادة خاصة على الصعيد العربي، لم يكن متوقعا أن يكون انسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد نحو 9 أعوام من وجودها هناك مأساويا أكثر مما حصل مؤخرا على الساحة العراقية. لذا نظم وقف الوحدة بإسطنبول مؤتمرا تحت عنوان العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية بحضور الدكتور أحمد حقي رئيس مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية والعديد من المواطنين والمهتمين بالشأن العراقي لبحث آخر التطورات على الساحة العراقية والإسلامية. واقع العراق يمكن اختصاره أنه وصل إلى أسوأ ما يمكن فينبغي أن يتحسن، وهذا لن يتم من خلال هذه الحكومة التي هي سبب المشكلة وليس جزءا من الحل، أو ممكن أن تكون جزءا من الحل. المؤتمر تناول واقع العراق اليوم وآخر المستجدات هناك، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية وتردي الأوضاع بين أطياف الشعب العراقي. فالعراق عبر تاريخه الطويل كان العمق الاستراتيجي في الصراع مع الإمبريالية والصهيونية وكل المخططات الغربية الهادفة للسيطرة على العالم العربي، وكان منذ أقدم الأزمان موحدا بين شيعته وسنته وأكراده وتركمانه، ولم تكن لهذه الطوائف المختلفة نزاعات انفصالية بالرغم من أن العراق مر بمراحل قاسية وأحداث دامية. لا يوجد مجتمع الآن في المشرق العربي خالي من التعددية الإثنية والثقافية والمذهبية والطائفية، لكن درجة التعايش
ودرجة التماسك واللحمة بين الشعب الواحد تعرضت لاهتزاز في فترة خطيرة العام 2006 و2007 و2008. ما زال الجرح، ما زالت المشاكل بسبب وجود هؤلاء السياسيين الذين يزيدون على الجرح والملح لكي يبقى ملتهبا. ولكن يبدو أن درجة التعافي بين الشعب وبين الناس آخذة في التزايد رجوعا لثقافتهم الأساسية التي كانوا متعايشين عليها. المؤتمر شدد على أهمية الاستقرار في العراق والقضاء على الفساد بأشكاله، وهدف إلى وجود حكومة وطنية قوية تضم جميع الكتل والأحزاب بعيدا عن التهميش والإقصاء، ووجود دستور عادل ينظم الحياة السياسية للعراق والذي يعيش هاجس التفتيت تحت ما يسمى بفدرالية المحافظات الذي رفضته قطاعات مهمة من الشعب. وفي ختام المؤتمر دعا المشاركون الدول المعنية وبالذات دول الطوق لمساندة العراق للعودة بقوة إلى الساحة العربية بفكره وحضارته. تصوير الحروب، الدخول في معامن الصراعات، ما بين الطلقة والدمعة تتحرك الكاميرا لرصد الحدث وللتعبير عن الزمان والمكان والإنسان والسلوك في لحظة فارقة. الصحافة والإعلام في ظل الأزمات وأثار العمل الإبداعي في الأرشفة والتوثيق، بعد قليل في الألوان السبعة. وإلى دنيا المعارض والأفكار، الزميلة رشيدة الفطماوي تحملنا إلى بلدية زيتنبورنو، هناك حيث تم تنظيم معرض خاص للزجاج بأشكاله وألوانه وتصميماته المختلفة، إضافة إلى قلم الرصاص وإبداعاته، وما بين الرسومات على الكرتون والأوراق وما بين تشكيل الزجاج وتلوينه، حكاية إبداع. معرض أفكار والزميلة رشيدة الفطماوي. يعتبر الفن من أهم الوسائل التي يعبر بها الفنان عن مواهبه وعما يخالج نفسه، فهو صلة الوصل بين الشعوب والحضارات. نتواجد اليوم في هذا المعرض الذي يعرض مجموعة من الأعمال الفنية، لوحات رسمت بقلم الرصاص وكذلك أعمال من الزجاج. ابقوا معنا نتابع معا هذا المعرض. تعتبر صناعة الزجاج من الحرف العريقة التي ورثتها الأجيال جيلا بعد جيل حتى هذا العصر، وهي من الحرف التي تستمد مادتها من البيئة، حيث تعتمد على مخلفات الزجاج كمادة خام وعلى الألوان التي يختارها الحرفي. ضيف موضوعنا اليوم هو الفنان رمزي كوكلو. هذا الفنان الذي جعل من مادتي الزجاج والورق مادتين أساسيتين في إبداعاته الفنية. الزجاج يحمل معان أخرى وله تاريخ ممتد منذ أكثر من 5000 سنة، وفي حال انعدام الزجاج اليوم لا يمكن لنا أن نعيش، حتى هواتفنا المحمولة تحتاج إلى الزجاج، فقد أصبح موجودا في كل المستلزمات المعاصرة تقريبا. هذا الأثر الفني قمنا بتحضير الشكل الأساسي له من الحديد، ويحمل المعاني الطبيعية والزهور، وهذه الطريق هنا تأتي من الوجود إلى اللانهاية مع الألوان المعروضة. بقيت هذه المهنة في ازدهار واكتسبت أهمية كبيرة، ثم أدخلت عليها تقنيات حديثة في صناعة الزجاج كأشكال بديلة عن النفخ التقليدي، لارتباطها ارتباطا وثيقا مع منتجات الديكور والأكسسوارات. كان طابع التنوع الفني عاملا طاغيا في معرض الفنان رمزي كوكلو الذي أتحفنا بباقة من اللوحات اعتمد في إنجازها على العنصري الزجاج والورق. كانت اللوحات التي قدمها الفنان رمزي كوكلو جديرة بالمشاهدة، فقد أخذنا إلى فضاء الرسم بالورق على الورق. أنا أحاول أن أعبر من خلال هذا العمل عن أن التعبيرات النفسية المنعكسة فيه هي فورية،
ولا أستطيع السيطرة على مشاعري، فالإلهام يأخذني ويذهب بي إلى أماكن متعددة، والوجود كبير ونحن أمامه لا شيء ولن نكون. وهذه الرسوم والنقاط والتعبيرات هي بركان من التعبير والمشاعر المنعكسة عليها. إن قلة كمية الأدوات التي يتطلبها الرسم تعد واحدة من أهم مزاياه، فالتكلفة المبدئية المؤقتة تتطلب ميزانية محدودة. وقد أثبت لنا الفنان رمزي كوكلو أنه بالموهبة يمكن للفنان أن يحقق أعمالا يتذكره بها الناس جيلا بعد جيل. جدران صامتة علقت عليها لوحات الرسام المبدع رمزي كوكلو. هذا المبدع الذي لم يقتصر فقط على الرسم بل له مواهب كثيرة في فن النحت وكذلك الرسم على الزجاج. رشيد الفتماوي، برنامج الألوان السبعة، التركية، إسطنبول. ومن فن إلى فن، هذه المرة أصبحنا في دنيا العلم التخصصي. العلوم التخصصية الفرعية التي باتت مدرجة في سياق التعليم الأكاديمي والجامعي بتخصصاتها ومسمياتها وفروعها التفصيلية، باتت معلما بارزا من معالم هذا الزمان الذي نعيش فيه. وعلم التصوير أحدها، وعلم التصوير الفوتوغرافي أيضا تفصيل من التفصيلات، وعلم التصوير الوثائقي أحد هذه العلوم. وما بين هذه وتلك رسالة وحكاية. كيف يتم التصوير الفوتوغرافي في زمن الحروب والنزاعات وما هي أهميته؟ أسئلة ومحاور يسعدنا أن نطرحها على أستاذ فنون التصوير في جامعة يلدز التقنية، الأستاذ والفنان المبدع الأستاذ إسماعيل جوشكون. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا بكم. سنبدأ معكم أحبانا الأكارم بقراءة مبدئية للفن للصورة في ظل الحروب والنزاعات، بعد ذلك نعود لحوار ضيفنا الكريم، نتابع سويا. لكل مهنة صعوباتها ومخاطرها، ولكن هناك مهن تحتوي في كل لحظة على مخاطر، وتصوير الحروب يأتي على رأس هذه المهن. ولكن لماذا يختار الناس تعمداً هذا النوع من المهن الصعبة والخطيرة؟ بالطبع لا تستطيع صور الحروب إيقافها، يا ليتها كانت تستطيع، رغم أنه لا يمكنها إيقاف الحروب إلا أنها تسهم بالتأكيد في جعل الناس ضد الحروب. الصور عكس النصوص المكتوبة تحتوي على لغة واحدة فقط، وباعتبار طاقتها لن تكون لها لغة أخرى في المستقبل أيضاً. بلقطة صورة واحدة يمكن التعبير عن صفحات من الأفكار والعواطف. كل أنواع الفعاليات ضد الحروب وصور الحروب التي تعتبر من ضمن هذه الفعاليات، طالما لا تستطيع إيقاف الحروب، ما فائدتها إذن؟ لقد ابتكر داغر آلة التصوير عام 1839. كانت في البداية آلة تستعملها النخبة فقط، وصارت بعد 30 سنة من ابتكارها تستخدم في السجلات الأمنية والمراسلات الحربية والمخابرات العسكرية والوثائق الموسوعية والألبومات الأسرية والبطاقات البريدية والسجلات الأنثروبولوجية وإعطاء الدروس الأخلاقية، وكطريق يصل لكل مكان من أجل إزالة حب الاستطلاع وخلق التأثيرات الجمالية والمراسلات الإخبارية والصور الشخصية. روجر فينتون الذي صور حرب القرم في شهر تشرين الثاني أكتوبر لعام 1853 نقل الموتى والجثث المشوهة والبنايات المهدمة إلى البيوت عبر الصور الفوتوغرافية، مهدماً العديد من الأكاذيب التي ترفع من شأن الحرب، لأن فينتون الذي يعتبر أول مصور للحروب حاول أن يشهد الموت في ساحات الحرب. الصور الممكن توفيرها كانت عبارة عن منظر ساحات الحرب المتروكة والمحروقة والمهدمة. لم يكن هناك شيء يفتخر به في هذه الصور،
ولكن هذه الأعمال التي أنجزها فينتون سجلها التاريخ كأول نماذج التصوير الصحفي. رسالة ربما تكون أليمة ولكنها أرشفة للحدث وللبسمة والدمعة في آن واحد. الأستاذ والفنان إسماعيل جوشكون، أهلا وسهلا بك مجددا. لنبدأ أستاذنا بقراءة واضحة للتفريق ما بين التصوير الوثائقي والتصوير الفوتوغرافي والدلالات والفوارق ما بينهما، تفضل أستاذنا. أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. أصل التصوير الفوتوغرافي أن يكون وثيقة، فهو منذ اختراع هذه الآلة عام 1839 نرى أنه يوثق لأحداث معينة، ولكن عندما نقول التصوير الوثائقي يجب علينا أن نعرف عما نتكلم. ما أوضحتموه في تقريركم وأظهرتموه من صور في الحرب هي دراسات ومحاولات لتصوير أحداث معينة. توثيق أي حدث ليس هو ما نتكلم عنه، هذا أمر تقني بحث. نحن نتكلم هنا عن أمر وثائقي، بمعنى أول مشروع وثائقي كان في عام 1890 في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة منهاتن اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعيش فيه كثيرون من العاطلين عن العمل. فهو أوضح وعرض الكثير من هذه الصور أمام العيون، فجذب الاهتمام للحالة البائسة التي يعيشها الناس هناك. في القرن العشرين مثلا نرى ليفايس هاين الذي هو أوضح صورا كثيرة عن قطاع الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية والأطفال تحت عمر 10 سنين الذين يعملوا هناك في هذه المهنة وتعبوا. بعد عرضه لهذه الصور أوضح للمجتمع وللسياسيين كثيرا من الأمور، فخرجت عن ذلك كثير من القوانين التي حرمت استخدام الأطفال. عندما نتكلم عن أعوام مثلا 1930 أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك في تلك السنوات المهمة في الولايات المتحدة كثير من الأسماء مثل ليوانس وغيرها من المصورين عملوا معارضة كثيرا وطوروا كثيرا من التصوير الوثائقي. هؤلاء المصورون كانوا يوثقون للحياة القروية والريفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف المزارعون كيف يخسرون زراعاتهم ودوابهم، كيف يتأثرون من الثورة الصناعية في الغرب والولايات المتحدة، ووثقوا لكل هذه الأمور. فلفتوا الأنظار لهذه الأمر بعد أن صوروا تصويرهم. بعد ذلك بدأت الحركة الوثائقية للتصوير، عندما قالوا أنها ليست صورا عادية، ليست ككل الصور، بل أنها وثقت أحداث معينة ولها دلالة معينة. جميل جدا، أنا أشكرك جدا على هذه القراءة، ولكن اسمح لي سأدخل في صلب الموضوع تماما. أهمية خاصة للصورة، يعني هنا سأتحدث عن مثالين ربما تابعنا من خلال التقرير الذي عرض على المشاهدين الأكارم قبل قليل صورة واضحة لذلك الجندي عندما رفع المسدس في رأس أحد الشباب يريد أن يقتله. هذه اللحظة تحديدا كانت لها دلالة عن أرشفة الحرب والإعدامات الميدانية. رسائل كثيرة جدا يمكن للصورة أن تعكسها، سواء من خلال المشهد الأمامي أو من خلال الخلفيات التي تظهر في الصورة. تلك العجوز الفلسطينية التي احتضنت شجرة الزيتون عندما جاء الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يقتلعها، أصبحت رمزا لثبات وتجذر الشعب الفلسطيني في أرضه. للصورة الواحدة دلالة عظيمة جدا. هنا نبدأ أستاذنا الكريم، الصور الفوتوغرافية بحد ذاتها والتصوير في زمن الحروب والنزاعات، ما معناها وكيف تقرأها لنا؟ في البداية يجب علينا أن نقول أن الصورة توضح حدثا ما وتعلق عليها من خلال لقطة واحدة، ولكنها عبارة أو أفضل حتى من كثير من الصفحات والكثير من الكلام. هذه الصورة الوحيدة أفضل منها.
ولكن إذا نظرنا إلى تصويره خلال الحروب مثلا هو يصور الناس ومأسيهم وعذاباتهم خلال التراجيديا التي نسميها الحروب. هي صور تظهر فظاعة الحروب. يجب علينا أن نقدر التصوير خلال الحروب. ما أنتم بصدد هناك هو إنسان سيموت أو سيقتل، ولا تستطيعون عمل أي شيء آخر إلا أن تصوروا ذلك الحدث. ولكن يجب علي هنا أن أقول بشكل واضح أننا عندما نتكلم عن التصوير في الحروب في زمننا يجب علينا مثلا نتكلم مثلا عن احتلال العراق مثلا أو احتلال أفغانستان، ولكن نقول أن المصورين الذين يعترضون على هذا الاحتلال هم الذين صوروا هذه الأحداث، ويجب علينا أن ننظر بوعي وبعين ناقدة لكل هذه الصور. مثلا في احتلال العراق هناك صور أوضحت كيف أن الأمريكان قتلوا الكثير من العراقيين، هذا ما صوره العراقيون، ولكن الصحفيين الأمريكان لم يصوروا ذلك، لم يصوروا المجازر التي قامت بها القوات الأمريكية، بل صوروا بطولات جنودهم مثل الأفلام الهوليودية. هذا أمر يوضح أن التصوير خلال الحروب ربما يكون السيطرة عليه وتوجيهه. أشكرك جدا حقيقة على هذه النقطة الحساسة والحيوية جدا. الصورة يمكن أن تكون رسالة، إما تطمين للشعب وإما أن تكون رسالة تخويف. الرسالة الموجودة في الصورة الملتقطة في الحروب والنزاعات لا يمكن أن توقف الحرب. التصوير الفوتوغرافي في الحروب والنزاعات لا يوقف الحروب، ولكنه أيضا يبين الحالات التفصيلية التي تمت فيها، بمعنى يرسل رسالة عن طبيعة الحرب وحشيتها، الصور الدموية الموجودة فيها. لذلك لابد أن يكون علما تخصصيا يدرس في الجامعات حتى يكون الإنسان على نور وبصيرة، ماذا يصور وكيف يصور وكيف يؤرشف للحدث واللحظة في وقتها وزمانها، أليس كذلك أستاذنا؟ أنتم محقون جدا في ذلك، ونحن في دروسنا في الجامعة نعلم هذا لطلابنا، لا نتكلم فقط عن التقنيات لطلابنا ولا نذهب فقط نصور الأماكن السياحية مع طلابنا. التصوير في الحروب لا نريد لها أن تصور من قبل أي إنسان، نريد للمحترفين أن يقوموا بذلك لأنه مهم جدا. تصوير الحروب أمر تقني ومحترف جدا، يجب على المصور أن يحمي حق المظلومين خلال الحروب، هذا ما أعتقده أنا، ليس فقط أن يصور أو فقط أن ينقد القوات المحتلة، يجب عليه أن يصور ويوثق للوحدات التي تبحث وتوثق لمظلومية الشعوب المحتلة ومن يقتلون هناك. مثلا أريد أن أنقد شيئا هنا بخصوص التصوير خلال الحروب، أقول مثلا هناك صور كثيرة تربح جوائز مثلا وأغلبها هي التصويرات التي كانت خلال الحروب بعيدا عن الآفات الطبيعية، ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أنها صور التقطت في حروب قامت بها الدول الغربية مثلا. هناك صور أخرى طبعا، فالدول الغربية هي التي تقوم بالحروب وهي التي تحتل، وبنفس الوقت هي التي تعطي الهدايا والجوائز لهذه الصور. لفتة جميلة جدا، لا يسعني إلا أن أشكرك جدا عليها عمليا. Şöyle bir örnek vereceğim. أريد أن أعطيكم مثالا على ذلك. مثلا هناك مصور تركي اسمه مراد سزار، صور في خلال حرب الفلوجة في العراق كيف أن الجنود الأمريكيين غضبوا أو انزعجوا من قتل جنودهم وأخذ جائزة على ذلك. كمصور لا أعتقد أنا على أن يصور يأخذ جائزة، ولكن فالمصور يصور ما يريد، ولكن لا أعتقد أن تلك الصورة هي التي كان يجب أن تفوز بالجائزة، بل الصور التي تصور قتل العراقيين بالقنابل الأمريكية هناك أو قتل المدنيين وكثير من الصور آلاف منها كان موجودا. لماذا الغرب أعطى الجائزة لهذه الصورة تحديدا؟ هذا أتركه لملاحظة المشاهدين. اسمح لي، لدي كثير من الأسئلة وأود الاستزادة حقيقة. أشكرك جدا على هذه الإضاءات التي تتفضل بها، وأنا أشكرك عمليا على جعلها مختصرة وقوية. لكن أستاذنا الكريم، اليوم عندما ضرب ملجأ العامرية في العراق، عندما قصفت قانا ومقر الأمم المتحدة، عندما قصفت وكالة الأونروا في غزة، وقصفت المدارس والمستشفيات بالأسلحة، عندما تقصف اليوم حمص وبابا عمر وغيرها، الإعلام مغيب، الصورة يجب أن تكون بعيدة عن الإعلام حتى تستطيع الأنظمة الاحتلالية أو الأنظمة القائمة أن تقوم بارتكاب ما تريد ارتكابه بعيدا عن الإعلام. لذلك الإعلامي مع كاميراته هو جيش بحد ذاته، أليس كذلك؟
Şimdi fotoğraf o anlamda evet. Nam, بهذا المعنى الصورة كجيش مستقل ربما وبالذات في الحروب بعيدا عن الوثائقيات لها ميزة أيضا وفائدة كما نقول أن في العالم كله اليوم مثلا الثورة المعلوماتية والإنترنت هذا العالم الذي نعيش به فالجيجب على الصورة أن تكون مقيدة يقول بعض ولكن الصورة اليوم خارج عن كل القيود هي حرة ومستقلة عن كل النظم. إذا كان هناك أي مأساة يجب على الصورة أن توثق لهذه الصورة وتصدعون عن طريق الإنترنت وتنشرونها في العالم لا يمكن لأي قوة أن تحد الصورة هذه أو تمنعها فهذا يؤمن لنا ويعطينا حرية كبيرة ولكن مثلا في حرب الخليج حضرنا وشاهدنا حرب الخليج عن طريق التلفزيون عن طريق مصدر واحد كفيلم مصور ولكن اليوم في أي مكان في العالم مثلا في سوريا اليوم إذا نظرنا لأحداث التي تحصل في شقيقتنا وجارتنا سوريا لا نريد لهذه الأحداث أن تكون ولا نريد لأي شعب طبعا في الدنيا أن تكون ولكن لا يمكن لأي نظام سياسي في العالم أو أي سياسي في سوريا أن يقول أن هذه الصور غير موجودة أو يمنعها من الانتشار هذا هو العالم الذي نعيش به الصورة تحافظ على قوتها وتأثيرها إذن هناك علاقة في آخر دقيقة أعذرني جدا هناك علاقة وثيقة ما بين الصورة الفوتوغرافية في الحروب والنزاعات وما بين تكوين هوية الفرد والمجتمع التكوين الفكري للفرد والمجتمع أليس كذلك؟ بالتأكيد قطعا أنا أوافق معكم على هذه الرؤية الآن نصور أو نرى أي صورة فنؤمن بشكل واضح أنها صادقة وواقعية ولكن إذا كانت صورة حقيقية نرى أنها تعبر عن تراجيديا أو مأساة معينة لا ننقد ذلك ولا ننظر بعين فاحصة أو ناقد على ذلك الآن نحن بالصورة نكتب تاريخنا ونكتب تاريخ الإنسانية جمعاء الآن التاريخ لا يكتب بالحروف ولا بالكتابات ولا بالكتب بل بالصور وأعتقد أنه سيتم مستقبلا كذلك بالتأكيد أنا أشكرك جدا على الوقت الذي خصصته لنا ونشكركم جدا على هذا الإعداد الجيد حقيقة استفدنا وأفدنا إن شاء الله الجمهور الذي يتابع الفنان والمحاضر الجامعي الأستاذ إسماعيل جوشكون نشكركم جدا على وجودكم معنا وأحبانا الأكارم ندعوكم مع ضيفنا الكريم إلى متابعة لوحة كاريكاتورية والتوثيق بالرسم والصورة من خلال الحروب بعيون رسام الكاريكاتور أودعكم ليوث الشام حبا عسى بلقائكم تزهو الورود وصلنا إلى نهاية جولتنا معكم أحبانا الأكارم حيثما كنتم من مغربنا العربي إلى خليجنا العربي كل التحية والمحبة لكم ولكم من فريق برنامج الألوان السبعة في أنقرة وفي إسطنبول كل المحبة ولكم مني نزار الحرباوي كل المنى والسلام عليكم ورحمة الله